يوم التأسيس هو يوم الفضائح. معروف أن يوم التأسيس هو يوم فخر للشعب السعودي أنهم يحتفلون بأقدم مملكة عربية وما زالت قائمة إلى يومنا هذا، والله يجعلها قائمة إلى أن تقوم الساعة. منذ قدوم محمد بن سعود إلى يومنا هذا ما شفنا إلا كل علم طيب، ما شفنا الخيرات سواء في الدولة السعودية الأولى أو الثانية أو الثالثة، وبالأخص الدولة السعودية الثالثة. طيب، إيش دخل محمد اليوم الفضائح؟ يوم الفضائح أو يوم التأسيس هو يعتبر يوم عيد الأعداء السعودية يوم التأسيس وكذلك يوم الوطني، لأن في بعض من العينة من الشعب السعودي اللي من لا يمثل نفسه ولا يمثل قبيلته ولا أهله، ما حتى المملكة تتبرى منه، يصور الأشياء التافهة، يصور مضاربات، يصور التحرش، يصور مضايقات، كلها وينشرها في التيك توك ولا في تويتر ولا في السناب شات. طيب، شو استفدت في النهاية؟ أنت شوهت سمعة بلدك، شوهت سمعة مدينتك، قبيلتك، المدينة اللي أنت فيها، المحافظة اللي أنت فيها. طيب شو استفدت؟ مشاهدات؟ ما راح تستفيد شيء، لأنها فضحتك. أنا الآن أنت فضحت مسلم، فضحت مسلمين الآن، شو استفدت طيب؟ خليت أعداء المملكة يروحون، كثر خيرك. أنت الآن خدمتهم ببلاش، قدمت لهم هدية ببلاش بدون حتى ما يدفعوا لك ريال، قدمت لهم هدية ببلاش، شو استفدت؟ فأتمنى أن هذه العينة أنها تنشل، وأتمنى أن نواجهها، وأتمنى أن يوم التأسيس هذا أن كلنا ما ننشر مقطع. أصلا ما تحصل تحرشات ولا هذه إلا يمكن 0.001% من جميع مدن السعودية، بس إن يستغلون مقطعين ثلاثة ويرفعونها ويروجونها ويصلحونها بأكثر من مقطع بأكثر من زاوية، عشان واو إن كل السعودية تحرشوا ببعض، ضاربوا بعض يوم التأسيس، يوم ما هو بيوم تأسيس ليوم فظيع مدري إيش، وحنا إيش حنا نشر نفسنا بنفسنا ليش؟ وكذلك بعض السعوديين والسعوديات اللي عندهم قوة الأمن، ليش احتفل بطريقة نظامية؟ والله ما حد يجيك. ليش تضطر نفسك انك تهان يتمسك واخوياك تقول عليك والناس اللي في الشارع تقول عليك؟ ليش؟ عشان تضحك الناس واليضحكين البخاخات اللي بخن على السيارات. اذا انت تسوق واحد بخ على سيارتك، وقف السياره، انزل بطه، لان من بيصلح السياره ومن بيزينها لك ومن بيلمحها بتكلفتها الغاليه؟ هذا البخاخ ما يروح من السياره الا بعد اكثر من تلميع، بعد اكثر من غسله. ايش تستفيد؟ تبخ، واللي ياخذ الحلاوه يوزعها على البنات. يا خفيف يا خفيف، حتى البنت تطقطق عليك وتضحك، ما لا تفكر انها وانا معجبه فيك، ما اخذتك محتوى في سنابها يعني رجاء. وبعض البنات، وبعض البنات اللي ترفع المسجل لاخر حد وينزلون الدرايش تنضغ لها علك، كنا تنضغ لها علف وتطالع في الناس وتخز فيهم، ايش تستفيدين؟ ايش تستفيدين؟ بيجيك مضايقات. ولا تزعلي اذا حد تحرش فيك، لا تزعلين، انت ما سمحتي لهم انهم يجونك، انت نزلت الدرايش، رفعت الاغاني بكامل حلتك وبكامل مكياجك وتخزين في كل واحد، ما تبي يتحرشون فيك؟ مستحيل، لازم يجونك، مستحيل، هذه غريزه الرجل، معليش رجاء لا احد يزعل. هذا الشيء الاول. بعض كبار السن اللي يركب اهله معه منزل الدرايش، وين الرجوله؟ وين الرجوله؟ وين الشهامه؟ ما ودي اتكلم هذه الكلمه. مركب خواتك وامك منزل الدرايش محتفل وسط الشباب، ما تستحي على وجهك انت ورافع مسجل اخر شيء يرقصون معك ويهزون جنبك، اوكي وطنيه، لكن في حرمات، قدر اهلك، احشمهم، ترى بيشوفوا بعد يشوفونك شيء، بيشوفونك حذيان بالنسبه لهم، لا جاي شيء بعدين، من انت؟ ترى كنت فتحت لنا الباب، ترى كنت سويت لنا الدرايش، شوف الوضع طبيعي، اذا وقع الفاس في الراس لا تلومن نفسك. فهذه اتمنى ان احنا نشوفها يوم التاسيس هذا، واعذروني انفصلت، لاني والله اني اتمنى لكم الخير واتمنى للشعب الخير، وكذلك نتمنى اليوم التأسيس هذا يكون أفضل يوم تأسيس مر في التاريخ، وأنا عندي يقين أنه راح يكون أفضل يوم تأسيس مر وبإذن الله. واعذروني إن أطلت، إن أخطأت وقصت، فإن ما أنا بشر مثلكم، ودعتكم الله.